عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام مي رياضيات. بإذن الله النهاردة هنحل على الدرس الثالث في الهندسة التحليلية في الصف الأول الثانوي، وهو العمليات عن المتجهات. شرحت لك الدرس ده بطريقة كويسة جدا، لو ما شفتش الشرح هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، شوفه وابدأ الحل معايا. تعال نسمي بسم الله ونبتدي الحل. بيقول لي لو أنا معايا متجه أ أهو ومعايا متجه باء أهو، بيقول لي فإن المتجه أ باء، عودتك ان طالما قال لك متجه ا ب يبقى الثاني او الاخير ناقص الاول. انا اقول ده بيساوي المتجه ب ناقص المتجه ا. طب المتجه ب اللي هو 1 و2 ناقص المتجه ا يا باشمهندس اللي هو 3 او سالب 2، هنقص 1 ناقص 3 تديني سالب 2، و2 ناقص ناقص 2 اللي هي 2 و2 يبقى 4. يبقى والله يا باشمهندس المتجه اللي هو سالب 2 و4، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي ب يا باشمهندس. بيقول لي معايا متجه ا هو متجه باء، فإن معيار المتجه ألف باء. ركز بقى معايا يا باشمهندس، هنا هنجيب برضو الألف باء عادي اللي هو باء ناقص ألف، باء اللي هي اتنين وواحد ناقص ألف اللي هو سالب واحد وخمسة، خلاص. اتنين ناقص ناقص واحد اللي هي تلاتة، واحد ناقص خمسة يديني سالب أربعة، صح يا باشمهندس؟ جبنا الألف باء، تعالى نجيب المعيار. جزء السين تربيع اللي هي تلاتة تربيع يبقى تسعة، سالب 4 تربيع اللي هي 16، يبقى جذر 25 يا باشمهندس اللي هو ايه 5، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس اللي هي د 5، خلاص. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي المتجه ا هو 4 وسالب 2، والمتجه ا ب 3 و5، فالمتجه ب، طب انا عارف ان المتجه ا ب اللي هو ب ناقص ا، هو ادالي اي المتجه ايه ا ب، احط مكانه 3 و5 بيساوي معايا المتجه ب، هو ده هو اللي عايزه اكتبه، ناقص المتجه ا اللي هو 4 وسالب 2. كل اللي اعمله يا باشمهندس هودي المتجه ده الناحيه الثانيه، يبقى 3 و5، هنا كنت هنقصه يبقى هنا هزوده 4 وسالب 2، وده هيديني المتجه ب، خلاص. تعالى نجمع 3 و4 تديني 7، 5 وسالب 2 هتديني 3، يبقى المتجه 7 و3 يا باشمهندس هي الاجابه بتاعتي اللي هي ب، خلاص. بيقول لي معايا متجه ا معبر عنه بمتجهات الوحده الاساسيه، يبقى 5 وسالب 6، والمتجه ب 1 و2. بيقول لي فان المتجه ب ا، اقول له والله المتجه ب ا النهايه اللي هي ا ناقص البدايه اللي هي ب، تعالى ا ناقص ب، 5 ناقص 1 4، سالب 6 ناقص 2 يديني سالب 8، هعبر عنه بمتجهات الوحدة الأساسية زي ما هو، يبقى 4 في المتجه الوحدة الأساسي س ناقص 8 في متجه الوحدة الأساسي ص. تعالى بقى نشوف الإجابة دي اللي هي هتبقى يا باشمهندس الإجابة أ، خلاص. تعالى نشوف اللي بعده. المتجه أ 7 و0 والمتجه ب ده هو عطهولي في الصورة القطبية، عرفت منين؟ شايف في زاوية. طيب يبقى نجيب، تعالى بقى نجيب المتجه ب، هقول له اللي هو س جتا الزاوية، والصاد هتبقى المعيار، هنا المعيار في جتا الزاوية، والصاد هتساوي معيار في جاء الزاوية، هتساوي دي 5 جذر 2 جتا 3 باي على 4، وهنا يا باشمهندس 5 جذر 2 جاء 3 باي على 4. تعالى نحسب ده عشان نجيب المتجه باء، هقول له 5 جذر 2 مضروب في جتا 3 في 180 على 4 هيديني سالب 5، يبقى السناب بتاعتي في سالب 5، ونفس ده يبقى 5 جذر 5 جذر 2 مضروبة في ج 3 في 180 على 4 هتدي لي 5. يبقى عرفت يا باشمهندس ان المتجه بقى عبارة عن سالب 5 و5، خلاص. هو عايز ايه يا باشمهندس هنا؟ هو عايز معيار المتجه ا ب، يبقى لازم نجيب ا ب الاول اللي هو ب ناقص. طب احنا جبنا بقى بكام؟ بسالب 5 او 5 ناقص ا يا باشمهندس اللي هو 7 و0، سالب 5 ناقص 7 هتديني سالب 12، 5 ناقص 0 هتديني 5، المعيار يا باشمهندس هيساوي جذر ال 12 تربيع 144، ال 5 تربيع 25، يبقى بيساوي جذر 169 اللي هو كام؟ 13، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ب، خلاص. السؤال رقم 6 يا باشمهندس بيقول لي ا ب ناقص ب ا، ده طرح يا باشمهندس. قلت لك بتتاكد هل الاول شبه الاول؟
لا يا باشمهندس، يبقى هنحوله جمع، هنعمل ايه؟ يبقى ادي الف باء، والسالب دي هخليها موجب، وبعدين هخليها الف باء. ايه ده يا باشمهندس، ده الف باء والف باء، ما هما شبه بعض، يبقى اتنين الف باء. يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس اتنين الف باء، يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده اللي هي باء. خلاص تعال نشوف الاسئله اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي الف باء كمتجه يساوي متجهات واحدة أساسية، يعني تلاتة وتلاتة، خلاص مفيش أي مشكلة. فالمتجه باء جيم بيساوي متجه الوحدة الأساسية صاد، يعني السين بصفر والصاد بواحد، تمام. فبيقول لي معيار المتجه ألف جيم. طب تعالى كده نجمع الاتنين دول مع بعض، اللي هو ألف باء زائد باء جيم. مش التاني هنا بيساوي الأول هنا، هنشيلهم يدي لي ألف جيم، يبقى مجموعهم والله يا باشمهندس اللي هو ألف جيم. طب تعالى نجمعهم، تلاتة وصفر يديني تلاتة، تلاتة وواحد يديلي أربعة، يبقى مجموعهم كام؟ تلاتة وأربعة. تعال بقى نجيب المعيار يا باشمهندس، هيساوي جذر تلاتة تربيع بتسعة، الأربعة تربيع بستاشر، يبقى جذر 25 هيساوي يا باشمهندس 5، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس هنا اللي هي د. خلاص تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 8، بيقول لي لو المتجه معايا متجهين اللي هو أ ب و ج ب، بيقول لي عايز المتجه أ ج. لو لاحظت إن أ والج هنا، طب أجمعهم إزاي يا باشمهندس؟ ما دي لازم تبقى ب ج، ما إيه المشكلة؟ ما أنت عندك لو المتجه ج ب سالب تلاتة وخمسة، قايل لك في الشرح إن ب ج هتعكس الإشارات، يبقى تلاتة وسالب خمسة، خلاص؟ طب تعالى بقى نجمع، يبقى أ ب زائد ب ج اللي أنا جبته هيساوي أ ب اللي هو اتنين وتلاتة، زائد باء جيم اللي هو بقى تلاتة وسالب خمسة، خلاص؟ اتنين وتلاتة خمسة، تلاتة وسالب خمسة يبقى سالب اتنين. يبقى والله يا باشمهندس مش هو ده هيديني ألف جيم؟ ازاي؟ ما النهاية اهي، ده هتروح مع دي، يبقى يديني ألف جيم اللي هو عاوزه اللي هي خمسة وسالب اتنين، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ألف، خلاص؟ يبقى عرفنا، وده أنا قلتها لك في الشرح، لو معايا متجه اسمه جيم باء ممكن أجيب باء جيم بالطريقة دي، تمام؟ بيقول لي معايا متجه اسمه ألف باء ومتجه اسمه باء ج. طب لو جمعتهم ما دي مظبوطه، الباء هتروح مع الباء، يفضل لي الالف ج زي ما عودتك النهايه والبدايه. طيب تعالى نجمعهم، 3 و2 5، سالب 4 1 سالب 3، كده معايا يا باشمهندس 5 وسالب 3. طب هو عايز الجيم ا ودي ا ج، ما انا قلت لك هنحط سالب، يبقى الجيم ا يا باشمهندس هتساوي سالب 5 و3، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس اللي هي د. خلاص تعال نشوف اللي بعدها. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي اذا كان السؤال رقم 10، 3 ا زائد ب بيساوي 5 وسالب 2، والمتجه ا ب سالب 3 و10. والله اقول له انا عارف ان المتجه ا ب اللي هو بيساوي المتجه ب ناقص المتجه ا. طب المتجه ا ب اللي هو سالب 3 و10، خلي دي على جنب. طب بيقول لي 3 ا زائد ب، 3 في المتجه ا زائد ب بيساوي باشمهندس 5 وسالب 2. ما تيجي نجيب المتجه بقى كده لوحده، بيساوي ايه بقى؟ 5 وسالب 2 ناقص 3 في المتجه أ، وديت بس الإشارة التانية. تعالى بقى نعوض هنا، هشيل الباء وأحط 5 وسالب 2 ناقص 3 في المتجه أ ناقص المتجه أ اللي هو هنا، يبقى دي بتساوي 5 وسالب 2 ناقص 4 في المتجه أ، فيها مشكلة؟ طيب دي سالب 3 و10. تعالى يا باشمهندس نجيب ده هنا بإشارة مختلفة، يعني ايه؟ يعني دي هتبقى سالب ودي هتبقى موجب. تعالى نشوف، سالب 5 وسالب 3 هيديني سالب 8، موجب 2 و10 هيديني 12، كل ده بيساوي سالب 4 في المتجه أ. تعالى نقسم على سالب 4، سالب 8 على سالب 4 هيديني 2، 12 على سالب 4 هيديني سالب 3، يبقى المتجه أ بيساوي 2 وسالب 3 اللي هي الإجابة ج. كده يبقى خلصنا الجزء ده يا باشمهندس، تعال نشوف اللي بعده. السؤال بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 11، بيقول لي ان أ ب3 وسالب 5، ب بسالب 1 و5، م بكذا، عايز يثبت ان أ ب بيوازي م. طب الأ ب يا باشمهندس اللي هو عبارة عن ب ناقص أ، يعني هيساوي الباء، يبقى سالب 1 ناقص 3 يديني سالب 4، و5 ناقص ناقص 5 هيديني 10. كده جبت يا باشمهندس اللي هو أ ب. طب تعال نجيب الميل،
ملو يا باشمهندس اللي هو يبقى 10 على سالب 4، هقسم على الاتنين فالخمسة، على الاتنين فالاتنين، يبقى ميلو بيساوي سالب 5 على 2. طيب بيقول لي ان هو بيوازي ميم، طب ما نجيب ميل ميم. والله يا باشمهندس ميل ميم هيساوي كاف على 6. اقول له اذا الكاف على 6 طالما الميلين هيساوي بعض هيساوي سالب 5 على 2، يبقى 2 كاف هيساوي سالب 30، يبقى الكاف بكام يا باشمهندس؟ بسالب 15. يبقى الاجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ايه؟ الف. خلاص تعال نشوف اللي بعدها. سؤال رقم 12 بيقول لي عندي متجه اسمه ألف باء ومتجه تاني اسمه ألف جيم، تمام؟ هو عايز باء جيم. لاحظ يا باشمهندس أنا أول ما بكتب المتجه بشوف هل الرقمين ده التاني بيساوي الأول؟ لا مينفعش. بشوف الأول هو الأول؟ أيوه. طب ما أنا ينفع أطرحهم، يبقى نطرح إزاي؟ بنشيل ده وبنشيل ده ويبقى الناتج بتاعي اللي هو جيم باء. طب هو عايز باء جيم، ما احنا هنعكس بعد ما نطرح، صح؟ تمام. يبقى 2 ناقص ناقص 2 هتديني 4، 6 ناقص 9 هتديني سالب 3، كل ده بيساوي ايه يا باشمهندس؟ جيم باء. طب اجيب باء جيم ازاي؟ كل اللي هعمله ان اخلي ده سالب، يبقى سالب 4 و3 بتساوي يا باشمهندس باء جيم. طب هو عايز كده بس؟ لا ده هو عايز المعيار. طب المعيار بقى يا باشمهندس هيساوي ايه؟ جذر ال4 تربيع 16 زائد ال3 تربيع ب9، يبقى جذر ال25 اللي هي 5، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي إيه؟ د. خلاص؟ تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي إذا كان ميم منتصف س ص عند قطعة مستقيمة اسمها س ص وميم في المنتصف. بيقول لي فإن س م كده وص م كده. طيب مش أنا عارف إن الحتة دي يا باشمهندس قد الحتة دي، صح؟ ومعايا حاجة ماشية بالاتجاه ده وماشية بالاتجاه ده، يبقى أكيد مجموعهم إيه يا باشمهندس؟ صفر. طب صفر يا باشمهندس اللي هو إيه؟ اللي هو متجه الموضع واو أو المتجه الصفري، لأن عارفين إن القطعة دي قد القطعة دي، وطالما متضادين في الاتجاه يبقى المتجه الصفري هو الناتج. خلاص كده خلصنا السؤال رقم 13، تعالى نشوف اللي بعده. السؤال رقم 14 بيقول لي إن أنا معايا أ ب ج مثلث، أقسم المثلث أ ب ج. بيقول لي ألف باء، ركز بقى في الاتجاهات، ألف لباء أهو مشى كده، باء وجيم مشى كده، جيم ألف مشى كده. لو التلاتة مع بعض قلت لك التلاتة ماشيين مع عقارب الساعة أو ماشيين ضدها، المهم إن هما التلاتة ماشيين في اتجاه واحد، يبقى والله يا باشمهندس الناتج بتاعي اللي هو إيه؟ المتجه الصفري برضه. طب تعالى نشوف اللي بعدها. سؤال رقم 15 يا باشمهندس بيقول لي بقى معايا المرة دي مثلث ألف باء جيم برضه. أ بقى أهو وبعدين بقى ج كده. بيقول لي بعد كده ج أ، ده أ بقى وباء ج ماشيين كده وأ ج ماشية كده، عودتك يعني إيه تكتب الأ بقى كل اللي ماشيين اتجاه واحد تكتبهم مع بعض. أدي بقى ج، أول ما تلاقي الاتجاه اتعكس اعمل يساوي وحط الاتجاه اللي عكسه. طيب تعال نشوف أ بقى أصلا زائد باء ج بيساوي إيه، مش ده التاني بيساوي الأول، يعني هشيلهم، يعني أ ج. خلاص يا باشمهندس يبقى هو عايز أ ج. طب هو ده زائد، بيقول لي عايز معاهم أ ج كمان، يعني أزود عليهم أ ج، يبقى هيساوي إيه؟ أ ج وأ ج، يبقى 2 أ ج، يبقى الإجابة بتاعت اللي هي إيه؟ ب. بيقول لي أ ب ج د شكل رباعي، ارسم أي شكل رباعي وسميه أ ب ج د. وفي ملحوظة مهمة وأنت بتسمع يا باشمهندس لازم برضه نفس اللف، مينفعش تعمل لي أ ب ج د، خلاص؟ لازم يا إما كده يا إما كده يا إما، المهم إن هما يبقوا ماشيين بنفس الاتجاه بتاعك. خلاص بيقول لي فإن أ ب زائد ب ج زائد ج ب، التلاتة دول يا باشمهندس هل بيساووا الأ ج؟ والله يا باشمهندس الأ ج اللي هو ده أكيد ما بيساووش. هل بيساووا الأ د؟ لو أنا عملت الأ د كده ده قفلت، طب ما هي يبقى دي الصح، يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي يا باشمهندس، يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي أ د. خلاص يبقى قلت لك انا معايا 3 ماشيين اهو عكس الاتجاه وهو واقفه عند د، طب ما هو الف وصل لد يا باشمهندس يبقى هو اكيد بيساوي الف د. طب لو كان يا باشمهندس جايب لي د الف، ما هو د الف غلط. ليه؟ لان د الف هيخلي مجموعهم ايه يا باشمهندس؟ الصفر. خلاص يبقى انت يا باشمهندس بتمشي بتشوف الاتجاهات كلها اهي وقفت، يبقى واقفه عند د. طب الف مشى لد طالما عكسهم يبقى بيساويهم، يبقى بيساوي الف د. خلاص تمام يا باشمهندس. تعال نشوف الاسئله اللي بعد كده.
سؤال رقم 17 يا باشمهندس، بيقول لي انا معايا مثلث اسمه الف باء جيم. بيقول لي يا باشمهندس، فان باء الف يعني مشيت من باء لالف ناقص باء جيم مشيت من باء لجيم. طيب تعال نشوف يا باشمهندس، ادي باء الف ناقص باء جيم. البدايه هي البدايه يا باشمهندس، ايوه بشيلها. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب التاني ويبقى الناتج بتاعها ايه؟ جيم الف. يبقى الإجابة يا باشمهندس اللي هي إيه؟ جيم ألف. كل ده يا باشمهندس أنا قلته في الشرح، الفرق ما بين الجمع والطرح. بيقول لي أي مما يأتي يكافئ المتجه الصفر. بيقول لي أ ب زائد ج د زائد ب ج. تعال نشوف، لو جيت جمعنا دول يا باشمهندس، تعال نجمع الألف ب زائد الب ج. الب هتروح مع الب يبقى يديني أ ج. بعد كده مجموعين مع ج د، الجيم هتروح مع الجيم يبقى الناتج بتاعها ألف دال، يبقى هي أكيد يا باشمهندس مش أول واحدة. طب تاني واحدة جيم دال ناقص دال جيم، ده معرفش أطرحها يا باشمهندس عشان أول واحد مش شبه أول واحد. طيب تعالى هنا، كاف ياء ناقص كاف دال، ده أنا أعرف أطرح كاف ياء ناقص كاف دال، الأول بيساوي الأول هشيله يا باشمهندس وأعكس يبقى دال ياء. طب دال ياء ناقص دال ياء، أه يا باشمهندس دال ياء ناقص دال ياء بيساوي صفر، يبقى هي الإجابة يا باشمهندس جيم. خلاص تعال نشوف اللي بعدها. يقول لي ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، أدي ألف باء جيم دال. بيقول لي ألف جيم اللي هو القطر، تقاطع باء دال بيساوي النقطة ميم. خلاص ماشي. بيقول لي فإن ألف باء، ألف باء مشيت كده زائد ألف دال مشيت كده بيساوي، قلت لك دي النظرية يا باشمهندس وقلت لك النتيجة بتاعتها، إن أ ب زائد أ د يا إما هيساوي أ ج يا إما هيساوي 2 أ م حسب اللي هو جايب. طب هو جايب لي يا باشمهندس، ده هو جايب لي ج أ وجايب لي ب د وجايب لي 2 م ج ولا 2 د م؟ ففي السؤال ده يا باشمهندس لازم أكون لماح. أنا قلت لك النظرية بتقول إن أ ب زائد أ د يا إما هتساوي الأ ج أو 2 أ م. طب ما الالف ميم قد الميم جيم، يبقى هي بتساوي 2 ميم جيم برضه، خلاص في نفس الاتجاه، يبقى الاجابه بتاعت اللي هي ايه؟ جيم. دي ليه يا باشمهندس؟ شرحتها لك في الشرح، قلت لك دي من خواص متوازي الاضلاع ان الاقطار بتنصف بعضها، يعني الحته دي قد دي، فهي طالما 2 قد دي اكيد هي 2 برضه قد دي. خلاص في الشكل المقابل الف باء جيم ده متوازي اضلاع قطرات قطعه في ميم. بيقول لي فان جميع العبارات التاليه تعبر عن الف جيم عادي، تعبر عن الف جيم يعني بتدي الف جيم. طيب اول واحده الف باء اللي هي دي زائد ب د اللي هي دي. طيب أ ب زائد ب د يا باشمهندس هتدي لي ايه؟ تعالى نجمعها، أ ب زائد ب د، التاني بيساوي الأول، ده هيروح مع ده، ده بيدي لي أ د يا باشمهندس، يبقى هي أكيد دي ايه اللي غلط. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي عندي مثلث اسمه أ ب ج أهو، بيقول لي ده المنتصف، ده في المنتصف أوصل. بيقول لي بقى ألف اللي هو كده، جيم ألف اللي هو كده، زائد ألف جيم. طب من النظرية يا باشمهندس أنا عارف إن بقى ألف زائد جيم ألف بيساوي 2 دال ألف، صح يا باشمهندس؟ يعني النظرية بتقول لك التلاتة دول في نفس الاتجاه، الاتنين اللي على الجنب دول بيساوي 2 اللي في النص، ودي أنا قلتها لك في الشرح وركز عليه. طب افرض كان المثلث مثلا ألف بقى جيم وده في المنتصف برضه، بس ألف ألف بقى وألف جيم، فبقول له ألف بقى زائد ألف جيم بيساوي إيه؟ 2 ألف د. خلاص؟ فهي الفوق أو تحت، هي إيه الفكرة كلها؟ فكرة الاتجاهات. يبقى إحنا جبنا بقى ألف زائد جيم ألف بيساوي كام يا باشمهندس؟ 2 د. خلاص؟ بيقول لي زائد الألف د بيساوي آه. طب ما أنا ممكن أحل دي، دي 2 د ألف، أخليها د ألف وأقلب العلامة ناقص، يبقى ناقص د ألف هيساوي، والله د وده هيروحوا مع بعض، 2 د ألف سوري ناقص د ألف. على طول يا باشمهندس يبقى 2 د ا ناقص د ا هيديك د ا، يبقى الاجابه بتاعتك اللي هي ب. خلاص يا باشمهندس تمام. تعال نشوف اللي بعدها. السؤال رقم 22 يا باشمهندس بيقول لي متوازي اضلاع، بيقول لي عايز واو ميم زائد واو نون اللي هم الضلعين اللي انا معلمهم عليك ده. خلاص طيب الوقت يا باشمهندس واحده واحده، النظريه بتقول لي ايه؟ ان المتجه ده زائد المتجه ده بيساوي الوتر كله، يعني المتجه ا زائد المتجه ب بيساوي الوتر اللي هو ايه يا باشمهندس؟ واو نون. طيب مش واو نون ده احنا عارفين ان القطر بينصب بعضه، يعني كانها 2 واو نون
او كانها 2 واو لام، صح يا باشمهندس؟ فخلينا في 2 واو نون، تمام. فيقول له الوقت ان 2 واو نون بيساوي 2 واو لام، يعني كانه دي برضه. تعالى بقى يا باشمهندس في المثلث اللي هو لام ميم واو، خلاص بنفس الطريقه برضو انا عندي ان الف وباء هيدوني ايه؟ 2 واو ميم. طب تعالى بقى للمثلث ده، انا عندي واو لام ماشي كده زائد واو ميم ماشي كده. اه ده الف عكسهم يا باشمهندس، الاثنين دول ماشيين كده والف ماشي كده، يبقى الاثنين دول مع بعض بيساوي ايه يا باشمهندس؟ المتجه الف. طب انا عارف اصلا ان واو لام يا باشمهندس بتساوي ايه؟ ما بتساوي واو نون، يبقى برضو هشيلها واحط واو نون، يبقى زائد واو ميم، يبقى الاثنين بيساوي المتجه ايه؟ الف. يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي الف، خلاص تمام يا باشمهندس. السؤال رقم 23 يا باشمهندس بيقول لي معايا مستطيل الف باء جيم دال، مفيش فيها اي مشكله. بيقول لي الف جيم اللي هو القطر، طب دي نظريه يا باشمهندس، يبقى لازم نجيب الف باء زائد باء جيم، يبقى اذا الف باء زائد الف جيم، اتنين ماشيين كده يا باشمهندس واحد ماشي كده، بيساوي ايه؟ الف باء زائد باء جيم يا باشمهندس بيساوي ايه؟ الف جيم، خلاص تمام يا باشمهندس. بيقول لي وباء دال، تعال نرسم باء دال. باء دال اللي هو في المثلث ده يا باشمهندس اللي هي باء جيم، و ايه يا باشمهندس دي طالعه كده باء دال، يبقى دي جيم دال، يبقى باء جيم زائد جيم دال هيساوي ايه؟ ده وده، يبقى هيساوي باء دال، خلاص تمام يا باشمهندس. هو عايز الف جيم وباء دال، يعني هنجمع المعادلتين، فاقول له الف جيم زائد باء دال هيساوي الف باء زائد باء جيم زائد باء جيم تاني زائد جيم دال، صح يا باشمهندس؟ بيساوي 2 باء جيم زائد ألف باء. طيب الجيم دال يا باشمهندس مش اللي هي الباء ألف، تمام؟ ما هو بيساوي ده مستطيل يعني بيساوي بعض، فيبقى الجيم دال اللي هي الباء ألف، الباء ألف. طب تعالى نجمع، أدي 2 باء جيم زائد ألف باء التاني بيساوي الأول، ده هيروح مع ده، اه ده في ظل المتجه ألف، قلت لك لما يفضل لك متجه واحد يعني مجموعهم كام؟ صفر، لأن الباء ألف ده يا باشمهندس بيساوي السالب ألف باء، ما دي قلتها لك، يعني هيروحوا مع بعض، يبقى اذا هما بيساوي ايه يا باشمهندس؟ 2 باء جيم اللي هي الاجابه جيم، خلاص. السؤال رقم 24 بيقول لي د منتصف باء جيم، معايا قطعه مستقيمه اسمها باء جيم وده في المنتصف، والف اي نقطه لا تنتمي لباء جيم، يعني الف نقطه بره كده، ادي الف خلاص، وده في المنتصف يعني دي قد دي يا باشمهندس. فبيقول لي دي النظريه يا باشمهندس، ادي الف باء وادي الف جيم وادي ألف دال. أنا عارف النظرية إن ألف باء زائد ألف جيم بنفس السهم، يبقى 2 ألف باء، يبقى ألف باء زائد ألف جيم هيساوي 2 ألف دال. ده من قبل ما أكتب، تعالى نشوف هو عايز إيه، لأن هو ممكن يكون عكس الاتجاه، عاملهم كده هيبقى إيه؟ عكس الاتجاه، تعالى نشوف. بيقول لي فإن ألف باء زائد ألف جيم، ألف باء زائد ألف جيم بيساوي ألف دال، أقول له لأ غلط. ألف باء زائد ألف جيم بيساوي 2 ألف دال، أقول له أيوه هي دي الإجابة الصح. يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ب، خلاص. تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي إذا كان أ ب بيساوي ج د، يعني أنا عندي متجه اسمه أ ب بيساوي متجه اسمه ج د. طب المتجه أ ب اللي هو 6 و4 والمتجه ج بيساوي، طب ما أنا عارف إن ج د اللي هي د ناقص ج، صح؟ طيب بيساوي أهو جايب لي المتجه ج، أدي د يبقى ناقص ج، ج اللي هي سالب 1 و3، اه ده المتجه هنا بالسالب، ما انا هجمعه مع ده. طب تعالى نجمع 6 وسالب 1، هجمعه لان السالب ده هتروح الناحية تبقى موجب، 6 وسالب 1 تديني 5، 4 و3 تديني 7، يبقى المتجه يا باشمهندس ده بتاعي هو 5 و7، يبقى الاجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي الف، خلاص. تعالى رقم 26 بيقول لي الف باء جيم ده المتوازي اضلاع، عندي متوازي اضلاع، قلت لك بنكتب اضلاعه في نفس الاتجاه كده، اهو لفيت كده، لف زي ما انت عايز، المهم ما تعكس، ما تعمليش الف باء جيم دال، ماشي. بيقول لي الف وباء وجيم، عايز احداث النقطه دال، اه طب تعالى الف باء ودال جيم، ما انا عارف ان الف باء بيوازي دال جيم وفي نفس الوقت قد، يعني هنا اجيب الف باء واساويه بدال جيم، يبقى الف باء هيساوي باء ناقص الف، صح يا باشمهندس؟ تمام. تعالى نجيب باء ناقص الف، 15 ناقص 7 تدي لي 8، 4 ناقص ناقص 2 تدي لي 6، يبقى انا جبت الالف باء،
تعالى بقى نجيب، انا عارف ان الالف باء بيساوي زي ما انا مشيت من الالف يبقى بيساوي د ج. طب الدال جيم اللي هي بتساوي ايه؟ الجيم ناقص الدال. خلاص انا جبت الالف باء بكام؟ 8 و6 هيساوي، انا معايا احداث الجيم اللي هو 9 و6 ناقص المتجه ده. ما بقت سهل اقدر اجيب المتجه ده، هجيب المتجه ده للناحية التانية بموجب، هيساوي 9 و6 ناقص، اجيب المتجه ده هنا بقى 8 و6. 9 ناقص 8 هتديني 1، 6 ناقص 6 هيديني 0، يبقى اول متجه 1 و0، يبقى الإجابة بتاعت يا باشمهندس اللي هي إيه؟ ألف. خلاص كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 27 يا باشمهندس بيقول لي عندي أ ب ج د ه خماسي منتظم، مثلا كده أ ب ج د ه، بيقول لي عايز د ه، د ه مش الفوق كده، وه أ مش كده، وناقص ب أ ناقص ب أ ب أ اللي هو طلع كده. طب تعالى واحدة واحدة، الد ه زائد الهاء أ هيساوي التاني بيساوي الأول هشيلهم، يبقى ده بيساوي د أ. طب تعالى نجيب د أ ناقص ب أ، هعمل إيه يا باشمهندس؟ بص لاحظ خليك لماح، مش الرمزين دول بيساوي بعض؟ شقلب يعني إيه؟ هقول له والله ده يا باشمهندس بيساوي د أ زائد الأ ب. طب ما كده يا باشمهندس، ها التاني أنا عكست يا باشمهندس، التاني أهو بيساوي الأول، ده شو مع ده يبقى يدي لي د ب، يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي يا باشمهندس د ب الإجابة رقم أ. خلاص السؤال رقم 28 يا باشمهندس بيقول لي معايا أ ب بيساوي 2 أ ج، دي علاقة. بيقول لي المثلث أ ب ج قائم الزاوية، يعني لو أنا معايا مثلث مثلا كده وافترضت إن هو قائم في ب، أدي أ ب ج، هل أ ب اللي هو كده بيساوي 2 أ ج؟ مش شرط، يبقى دي غلط. ب منتصف أ ج، يعني معايا قطعة مستقيمة اسمها أ ج وب في المنتصف، صح؟ طيب بيقول لي أ ب يعني كده بيساوي 2 أ ج، أكيد الحتة الصغيرة دي يا باشمهندس مش أكيد، الحتة الكبيرة مرتين دي غلط برضه. بيقول لي أ ب زائد أ ج، أ ب زائد أ ج الكبيرة بيساوي 2 ج ب، برضه يا باشمهندس أنا مش عارف العلاقة دي. ج منتصف أ ب يعني القطعة بقى اسمها أ ب وج في المنتصف. طب تعال أ ب يبقى مش كده، أنا عارف إن دي قد دي، بيساوي 2 أ ج، أ ج ده مش كده برضه، والحتة دي قد الحتة دي، فعلا يا باشمهندس يبقى هي الإجابة إيه؟ ده اللي يبقى إجابة السؤال رقم 28 اللي هي ده. تعال نشوف الأسئلة اللي بعد كده. السؤال رقم 29 بيقول لي أ ب ج مثلث إذا كانت د منتصف ب ج ه منتصف أ د، فإن أ ب زائد أ ج بيساوي كام من أ ه؟ طب يا باشمهندس ده النظرية بتاعتنا، إن هو بيقول لك إن أ ب زائد أ ج بيساوي 2 أ د الكبير ده يا باشمهندس. خلاص هو عايز كام من أ ه؟ أنا عارف إن أ ه بيساوي ه د، صح؟ يعني هو مقسوم 2. طب يبقى الأ د ده يا باشمهندس، الأ ه بيساوي الهاء د، والأ د بيساوي 2 من الأ ه. طيب الوقت ده 2 ألف هاء، يبقى 2 في 2 يبقى ده والله يا باشمهندس بيساوي 4 ألف هاء، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي إيه؟ ج. خلاص تمام. الشكل اللي بعد كده بيقول لي أ ب ج ده المستطيل، احتفظ بخواص المستطيل، هاء منتصف ده، بيقول لي فإن هاء ب يعني مشينا كده زائد ب أ. طب تعالى نجمع يا باشمهندس، أدي هاء ب زائد ب أ، التاني بيساوي الأول هشيل دول يدي لي هاء أ، خلاص ناقص د ج بيساوي فين الهاء أ؟ أهي الهاء أ دي د ج اللي هي دي يا باشمهندس. طب هعمل إيه بقى يا باشمهندس؟ ما أنا عارف إن د ج، د ج زي ما اتحركت كده هي أ ب، يعني دي كأنها هاء أ ناقص أ ب. طب تعالى نخليها جمع، هاء أ زائد هنعكس ده يبقى ب أ. يبقى قلنا يا باشمهندس إن هاء أ زائد ب أ. طب تعالى، ما أنا عارف إن هاء أ قد د الهاء، طب أسميها إزاي؟ ده هاء أ بص ماشية كده، يبقى د الهاء اللي هي كده، صح؟ وب أ، ب أ من تحت لفوق، يبقى ج د من الهاء من تحت لفوق، الضلعين دول ماشيين كده ومعايا مثلث، يبقى نظرية شال، طالما الاتنين ماشيين كده يبقى أكيد ده ماشي عكسهم، يبقى الإجابة اللي هي يا باشمهندس ج هاء ولا هاء ج؟ ما انا لو عملت هاء ج يبقى التلاته ماشيين مع بعض، فلازم اجيب ج هاء عشان يبقى ده عكسهم،
يبقى الإجابة بتاعتي إيه يا باشمهندس؟ اللي هي جيم ه. خلاص كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعالى نخش على اللي بعده. السؤال رقم 31 يا باشمهندس بيقول لي لام ميم متجه، لام ميم اللي هو ده يمثل. طب بص، هي أ زائد باء يا باشمهندس. أنا عارف، بص أول حاجة إن لام هاء النظرية يا باشمهندس زائد لام واو بيساوي إيه؟ لام ميم. خلاص؟ يعني كل الحكاية عايزين نعمل لام. طيب أنا عندي إن بيقول لي إن هاء لام أو لام هاء بيمثله أ زائد باء زائد اللام واو بيمثله متجه أ ناقص المتجه باء، صح؟ تعالى بقى نجمع سالب باء وموجب باء يروحوا مع بعض، يبقى الإجابة يا باشمهندس 2 أ، يبقى الإجابة اللي هي ألف. خلاص؟ لازم تبقى عارف النظرية ونفس الاتجاهات. بص ده ماشي كده ماشي كده ماشي كده، ما ينفعش ده جاي كده. خلاص؟ تعالى السؤال اللي بعده بيقول لي معايا مستطيل أ باء ج د مستطيل هاء في المنتصف، تمام؟ بيقول لي أ هاء يا باشمهندس زائد د هاء بيساوي إيه؟ تعالى نشوف الألف هاء، الألف هاء اللي هي دي والدال هاء يا باشمهندس اللي هي دي. خلاص؟ طيب انا بقى ده يا باشمهندس عشان اقفل المثلث بتاعي ده، هو بيقول لي الف هاء كده ودال هاء كده، صح؟ طيب خلاص يا باشمهندس، يبقى الضلع ده هاء ده ماشي كده والف هاء ماشي كده. طب ما انا عارف ان هاء دال يا باشمهندس او دال هاء هو هو هاء جيم، صح؟ طيب يبقى الضلعين بتوع دول يا باشمهندس ماشيين كده لافين كده، وده مثلث اهو، صح؟ يبقى اكيد الضلع التالت ماشي ازاي؟ كده ج ا، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس هتكون ايه؟ الضلع ماشي عكسهم، يبقى ا ج سوري، لان دول ماشيين كده فلازم الضلع ده يبقى ماشي كده. خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ا ج. خلاص؟ ثانيا يا باشمهندس بيقول لي ا د ناقص 2 ا ه زائد ا ب بيساوي طب تعالى يا باشمهندس، ده بيقول لي ألف د ناقص، هل ينفع تطرح ألف د من 2 ألف ه؟ بس بشرط يبقى ألف د ناقص هاخد واحدة ألف ه وأسيب واحدة تاني ناقص ألف ه بحيث مجموعهم 2 ألف ه زائد ألف ب بيساوي. تعالى نطرح ده البداية زي البداية هنشيلها، بس هيفضل لي إيه؟ ه د ناقص ألف ه زائد ألف ب. طيب تعالى بقى نخلي دي موجب، يبقى ه د زائد ه ألف زائد ا ب. تعال نشوف بقى المنتجات دي على الرسمه يا باشمهندس. بيقول لي هاء د، يعني مش ازاي من هاء لد؟ طب ما هاء د اللي هي ج هاء، يبقى اول واحده يا باشمهندس من ج لهاء ماشي كده. خلاص؟ بيقول لي هاء ا مش كده ماشي، بعد كده ا ب مش كده. بص يا باشمهندس الشكل اللي هو ج هاء ا ب مش ده شكله رباعي؟ هرسمه لك هنا عشان اوضح لك اهو، اللي هو ج ه ا ب. الوقت معايا ج ه ماشيه كده اهي، اللي هي قد ه د وه ا اهي و ا ب اهو. طالما شكله رباعي يا باشمهندس عشان يقفل التلاته دول ماشيين كده، صح؟ فلازم الج بقى يمشي ازاي عكسهم عشان يمشي كده، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ايه؟ ج ب. خلاص؟ يا رب تكون فهمت. السؤال رقم 33 يا باشمهندس بيقول لي معايا مثلث اسمه أ ب ج، بيقول لي د وهاء منتصفي أ وباء، د أ ب سوري و أ ج، هنا د وهنا هاء، دي في المنتصف دي في المنتصف دي في المنتصف، يبقى يا باشمهندس د هاء ده متوسط وهيساوي نص ب ج، صح؟ تمام. بيقول لي أ ب هنشيله ونعوض عنه بالمتجه اللي اسمه م، خلي بالك أ ب كده، وأ ج هنشيله ونعوض عنه بالمتجه اللي اسمه نون ونون كده. طيب بيقول لي عايز د هاء. بص يا باشمهندس انا اول معلومه عارفها ان المتجه د هاء هو نص المتجه ب ج من المتوسط بتاع المثلث. طيب الوقت يا باشمهندس انا ب ج، تعال افرضه اي اتجاه، احنا هنفرضه عشان يقفل المثلث، يعني مثلا ا ب ماشي كده همشي ب ج كده، وممكن انت تمشيه الناحيه الثانيه واديك نفس الناتج. تعال نشوف، هقول له اذا ا ب زائد ب ج بيساوي ا ج، صح يا باشمهندس؟ الاثنين دول ماشيين كده وده عكسه يبقى بيساوي. طب ألف باء اللي هو المتجه ايه؟ بيقول لي عوض عنه بميم، باء جيم اللي هي نص د الهاء، يعني هكتب هنا 2 د الهاء، صح؟ باء جيم بيساوي 2 د الهاء، هيساوي ألف جيم يا باشمهندس هعبر عنه بالمتجه ن. طيب تعالى بقى نجيب ميم وتعالى نجيب نون الناحية التانية، يبقى ناقص ن، ونون دي الناحية التانية، يبقى سالب 2 د الهاء.
تمام، احنا عايزين نديها الهاء لوحدها، فاقول له والله هقسم دي على سالب 2 ودي على سالب 2، خلاص يبقى دي هتروح، يبقى هنا سالب نص في ميم ناقص نون بيساوي د ه، وده اللي عايزه، هو عايز د ه، فاختار فين سالب نص، سالب نص اهي، سالب نص ميم في ميم ناقص نون. خلاص يا رب تكون فهمت السؤال ده لانه هو كويس. تعال نشوف اللي بعده. السؤال بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 34 بيقول لي عندي شكل سداسي منتظم كده مثلا اسمه أ ب ج د ه واو. طب الشكل السداسي المنتظم يا باشمهندس، عارف إن كل الأضلاع متساوية، فخلي بالك بقى من حكاية التكافؤ اللي قلناها في أول درس، قلت لك دي هيدخلها في مسائل كتير وهتشوف دلوقتي. بيقول لي إن أ ب بيساوي م، ب ج بيساوي ن، ج د بيساوي ك. خلاص تمام يا باشمهندس. بيقول لي فإن أ ه ده بيساوي إيه؟ أ ه يا باشمهندس هو مشى كده صح؟ يبقى أكيد الضلعين التانيين في المثلث ده، شايف المثلث اللي فوق ده ماشي كده، يبقى هما يمشوا عكسه. يبقى عارف إن أ ه يا باشمهندس هيساوي إيه؟ أ واو زائد واو ه. تمام. طيب أنا عندي واو ه يا باشمهندس، مش هو بيكافئ بقى ج؟ ما هو قد في الطول يبقى بيكافئ، يبقى دي نون برضه. طيب أنا عندي أ واو بيكافئ ج د اللي هي ك، صح يا باشمهندس؟ صح. يبقى هشيل أ واو وأحط يا باشمهندس ك، وهشيل واو ه واحط نون، يبقى والله أ ه يا باشمهندس بيكافئ ك زائد نون أو نون زائد ك، اللي هي الإجابة رقم ج. خلاص يا باشمهندس، تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي برضه معايا شكل سداسي منتظم مرسوم أهو، بيقول لي أ ب ناقص ج ب، أ ب ناقص ج ب. بص يا باشمهندس، دايما الناقص دي حولها طالما انت ماشي بالترتيب، لان لقيته دلوقتي أ ب وبعدين قايل لي ج ب، لا ما انا هخليها ب ج، يبقى اذا أ ب زائد ب ج اهي، يبقى هو عايزه بأ ب وبعدين ب ج كده. بيقول لي زائد أ واو، تمام؟ ما انا عارف ان أ واو يا باشمهندس بيكافئ ج د صح؟ ما ده قده صح؟ والاثنين هم نفس الاتجاه، تمام؟ بيقول لي بعد كده ده الهاء، التلاتة دول يا باشمهندس، واحد اتنين تلاتة أربعة، الأربعة دول ماشيين كده يا باشمهندس أكيد بيكافئوا إيه؟ أهو اللي هو ده، صح يا باشمهندس؟ الأربعة دول ماشيين كده، فأكيد التاني ماشي عكسهم من ألف لهاء، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي ب، اللي هي ألف هاء، تمام. السؤال رقم 36 بيقول لي معايا شبه منحرف، أ ب ج د شبه منحرف اللي هو ده، بيقول لي أ د زائد ب ج. طيب تعالى يا باشمهندس من خواص شبه المنحرف إن القاعدتين مالهم؟ متوازيين. طيب ما طالما ده في النص يا باشمهندس يبقى بيوازيهم برضه، يعني ايه بيوازيهم؟ نفس اتجاههم، يعني بيكافئهم. طيب يعني أ د زائد ب ج، تمام، أ د زائد ب ج ده يا باشمهندس هيساوي ايه بقى؟ الوقت احنا معانا ان هو بيكافئهم صح؟ يعني ايه؟ يعني يعتبر قدهم مرتين، يعني ايه؟ انا معايا ان التلاتة دول طالما سيبك بقى من ان هما بيساووا بعض، لا بيكافئوا بعض، وفرقت لك الفرق بين اللي بيكافئ وبين المقدار العادي اللي هو الاتجاه صح؟ تمام يا باشمهندس. يبقى انا عرفت ان أ د زائد ب ج هيساوي ايه بقى يا باشمهندس؟ هي دي التركية كلها، 2 س ص. لا يا باشمهندس، انا معايا ثلاث حاجات بيكافئوا بعض يا باشمهندس صح؟ يعني اعتبر أ د ده كأنه رقم واحد، وده رقم واحد، وس ص دي كأنها رقم واحد برضه صح؟ طب ما انا معايا أ د زائد ب ج بقى مجموعهم كام؟ 2 اللي هو مجموعهم الس ص، تمام؟ يبقى هي دي الفكرة كلها. طب بيقول لي أ د زائد ب ج بيساوي ك ص س، ده عكس المتجه يا باشمهندس، طالما عكس المتجه بحط إشارة إيه؟ سالب، يبقى سالب 2 ص س صح؟ يبقى الكاب بتاعتي بكام يا باشمهندس؟ يبقى الكاب بتاعتي بسالب 2، يبقى الإجابة اللي هي أ. خلاص؟ فهمت يا باشمهندس السؤال ده إيه؟ هنا بالمكافأة في الكمية القياسية والكمية المتجهة، أنا شرحت الكلام ده كله بالظبط. تعالى كده بقى نشوف الأسئلة اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 37 بيقول لي معايا أ وباء وجيم ودال، بيقول لي د أ، طب تعالى نجيب الدال أ اللي هو أ ناقص د هيساوي الألف اللي هو 2 و2 ناقص د اللي هي 1 وك هيساوي 2 ناقص 1 بواحد و2 ناقص ك، خلاص. وجيم باء، تعالى نجيب جيم باء، جيم باء اللي هي باء ناقص جيم هتساوي الباء اللي هي 4 وسالب 2 ناقص الجيم اللي هي سالب 2 وصفر. يعني نشوف 4 ناقص ناقص 2 تديني 6، سالب 2 ناقص 0 تديني سالب 2،
يبقى كده يا باشمهندس جبت الدال الف والجيم باء. بيقول لي ان هم متعامدين يعني ايه ميل الاول اللي هو 2 ناقص كاف على 1، وميل التاني يا باشمهندس اللي هو سالب 2 على 6، حاصل ضربهم بيساوي ايه سالب 1 طالما الميلين متعامدين. تمام، تعالى نضرب 2 ناقص كاف في سالب 2 هتديني سالب 4 وموجب 2 كاف على 6 بيساوي سالب 1، يعني سالب 4 زائد 2 كاف هيساوي سالب 6. هنودي السالب 4 يبقى الاتنين كاف هتساوي سالب 6 وموجب 4 يبقى سالب 2، يبقى الكاف بكام يا باشمهندس؟ بسالب 1. يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي سالب 1. السؤال رقم 38 يا باشمهندس بيقول لي ألف باء جيم ده المتوازي أضلاع، أدي المتوازي ألف باء جيم ده يا باشمهندس. تمام مفيش أي مشكلة، معايا النقط كلها. بيقول لي عايز الباء دال، طب ما النظرية كله هيبقى طالع لبره كده، يبقى باء ألف زائد الباء جيم هو بيساوي الباء دال. تعال نجيب الباء دال ونفرز منه. الباء دال يا باشمهندس اللي هو دال ناقص باء، تعال نجيب الدال ناقص الباء، سالب 7 ناقص س، سالب 7 ناقص س، و ص ناقص ناقص 3 يبقى ص زائد 3. تعال بقى نجيب الباء ألف يساوي اللي هو الباء ناقص الألف هيساوي س ناقص 1، سوري الألف ناقص الباء، خلاص ركز يا باشمهندس، التاني ناقص الأول، يبقى الألف ناقص الباء يعني 1 ناقص س، 1 ناقص س، و 2 ناقص ناقص 3 يبقى 5، خلاص الباء جيم هتساوي التاني اللي هو جيم ناقص الأول اللي هو باء. تعال نجيب الجيم ناقص الباء، سالب 3 ناقص س، سالب 3 ناقص س، و 5 ناقص ناقص 3 تديني 8، نجمعهم بقى على بعض، يبقى باء ألف زائد باء جيم يا باشمهندس هيساوي سالب 3 و 1 هيديني سالب 2، سالب س وسالب س سالب 2 س و 13. فأنا عرفت إن أول نقطة يا باشمهندس اللي هي 13، هيبقى الإجابة اللي هي دال. بس تعالى برضه ونتأكد، تعالى نجمع بقى الاتنين يا باشمهندس. إحنا قلنا سالب 2 ناقص 2 س هنساويه بسالب 7 ناقص س، يبقى سالب 2 ناقص 2 س بيساوي سالب 7 ناقص س. تمام، تعالى نجيب الاتنين الناحية التانية، هتبقى موجب يفضل لي س، هنجيب السبعة الناحية التانية، سالب 7 الناحية التانية هتبقى موجب 7، هتبقى س بسالب 5، عوض عن السين بسالب 5 يا باشمهندس هنا او هنا، سالب 7 ناقص 5 تدينا سالب 12، يبقى هي فعلا الاجابه ده. خلاص، السؤال رقم 39 يا باشمهندس بيقول لي ألف بكذا وباء بكذا والمعيار ألف باء. طب معيار ألف باء يا باشمهندس اللي هو بيساوي باء ماس ألف، تمام كده مفيش اي مشكله. تعال نجيب الباء، ناقص سالب 1 ناقص 3 يديني سالب 4 و م ناقص 5. تعالى بقى يا باشمهندس مربع يبقى جذر سالب 4 كل تربيع زائد م ناقص 5 كل تربيع بيساوي كام يا باشمهندس؟ 4. طيب الوقت ده عليه تربيع وده عليه تربيع، ما احنا ممكن نقول يا باشمهندس تعالى كده نفك، ادي الجذر سالب 4 تربيع هتبقى 16 زائد م ناقص 5 كل تربيع، تمام يا باشمهندس، هيساوي جذر 16 زائد م تربيع ناقص 10 م زائد 25 يساوي 4. تعال بقى نشيل نربع دي ونشيل الجذر، يبقى 16 زائد م تربيع ناقص 10 م زائد 25 بيساوي 16. انا ربعت يا باشمهندس، 16 هتروح مع 16، يبقى هنحلل ده اللي هو م ناقص 5 كل تربيع يساوي 0، يعني م ناقص 5 بيساوي 0، يعني م بتساوي كام؟ 5. يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي ب. خلاص، تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال يا باشمهندس اللي هو رقم 40 بيقول لي الشكل المقابل يمثل متجهين اللي هو أ و ب. طيب شوف يا باشمهندس ده بادئ منين واتجاهه برضه عشان هيفيدنا. فبيقول لي أي من الأشكال الآتية يمثل المتجه أ ناقص ب. طيب دلوقتي يا باشمهندس هعرف ازاي، هتعرف من الوحدات. تعال بص يا باشمهندس، أ مش ازاي، 1 2 3 4 لتحت يبقى سالب 4 ص، يبقى سالب 4 ص، وبعدين مشى واحدة في السين الموجب يعني السين الموجب زائد يبقى 1، يبقى ده بيعبر عن ايه يا باشمهندس؟ عن المتجه أ اللي هو 1 وسالب 4. تعال نشوف المتجه باء بنفس الطريقة، مشى 1 2 في الصاد يبقى سالب 2 في المتجه صاد، متجه الوحدة الأساسي، وبعد كده 1 2 3 3 في متجه الوحدة الأساسي س، يبقى باء اللي هي 3 وسالب 2. خلاص عرفت؟ بيقول لي فإن المتجه الذي يمثل الألف ناقص الباء
عايزين نطرح المنتجعات دي جبريا. 1 ناقص 3 هيديني سالب 2، سالب 4 ناقص ناقص 2 هتديني سالب 2، يبقى هو المتجه اللي هو سالب 2 و2. يعني ايه؟ هيمشي سالب 2 في الصاد السالبة وسالب 2 في السين السالب. تعال نشوف ده، ده طالع لفوق مش هيبقى معانا، وده ماشي في الموجب مش هيبقى معانا. طب ده يا باشمهندس ماشي كده وبعدين طلع مفيش معانا، ده نازل وماشي في السالب، نازل وماشي في السالب، يعني السين سالب والصاد سالب، فالإجابة يا باشمهندس اللي هي ايه؟ ده. خلاص تعال نشوف الأسئلة اللي بعد كده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي معيار الألف زائد الباء زائد الجيم، تعال نشوف هو بيعبر عن ايه. والله الألف يا باشمهندس زي ما علمتك 1 2 3، 3 في السين الموجب يعني الصاد بتاعته بصفر، يبقى الألف اللي هو 3 و0. الباء تعال نشوف 1 2 3 نزلت 3 لتحت يبقى سالب 3 صاد، وبعدين مشت 1 في الموجب يبقى موجب 1 س، يبقى نعبر عنها بإيه؟ ب1 وسالب 3. تعال نجيب الجيم بيساوي، مشت 1 2 3 4 في السين الموجب، وبعدين 1 2 في الصاد الموجب طلعت لفوق، يبقى 2 صاد موجب، يبقى الجيم اللي هي ايه؟ 4 و2. يقول لي اجمع الألف زائد باء واطرح منهم الجيم. طب الألف زائد باء هيديني 4 وسالب 3، هطرح منهم 4 و2، 4 ناقص 4 يديني 0، سالب 3 ناقص 2 هيديني سالب 5، يبقى المعيار بتاعهم يا باشمهندس جذر 0 زائد 5 كل تربيع هيديني 5، يبقى الإجابة بتاعت يا باشمهندس اللي هي ج. خلاص تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول الشكل المقابل يوضح منتجعات ألف وباء وجيم ودال، أي مما يأتي صحيح؟ طيب تعال نعبر عنه يا باشمهندس عشان نرتاح. أدي المتجه ألف ماشي 1 2 في سالب 2 في الصاد، يعني 0 وسالب 2. المتجه باء يا باشمهندس مشى 1 في الصاد السالب، ومشى 1 في السين الموجب يعني 1 وسالب 1. الجيم مشى 1 في الصاد السالب و1 في السين السالب يعني سالب 1 وسالب 1. تمام. بعد كده الدال ماشي 2 في الصاد السالب. خلاص الألف يا باشمهندس سوري عشان أنا غلطت، 1 2 ده ماشي سالب 2 في السين السالب. خلاص فدي هتبقى سالب 2 و0، معذرة. خلاص يبقى سالب 2 الدال، سالب 2 في الصاد السالب يعني 0 وسالب 2. بيقول لي ايه العبارات الاتية صحيحة؟ هل المتجه باء يساوي سالب الجيم؟ باء يساوي سالب جيم؟ لا يا باشمهندس، سالب 1 وسالب 1 السالب بتاعها 1 و1، فأول واحدة دي غلط. هل الألف بيساوي باء زائد الجيم؟ تعالى نجمع الباء زائد الجيم. الباء زائد الجيم 1 وسالب 1 يدينا 0، لا مش هيساوي الألف. الدال بيساوي الباء زائد الجيم، تعالى نجمع الباء زائد الجيم 1 سالب 1 0، سالب 1 وسالب 1 سالب 2، فعلا هي الإجابة جيم. تعالى كده نجرب ده عشان نتأكد. ألف زائد دال، ألف زائد دال، ألف زائد دال أهو سالب 2 وسالب 2. هل بيقول لي هو 2 باء؟ لا مش 2 باء، ولو كان 2 جيم يبقى صح، يبقى 2 باء دي غلط. خلاص كده بخلصنا الجزء ده يا باشمهندس، تعالى نشوف اللي بعده. السؤال رقم 43 يا باشمهندس بيقول لي المتجه واو س عبر عنه بميم، يعني واو س يساوي متجه ميم، وواو د يساوي متجه ن، فإن د ح د ح، تعال نشوف د ح يا باشمهندس، د فين ح بقى؟ اللي تحت دي. بص يا باشمهندس عشان أوصل لد ح أنا همشي هنا 2، يعني همشي 2 ميم، وبعدين هنزل 2 ن بس بعكس ن، يبقى 2 ن ميم ناقص 2 ن، يبقى الإجابة اللي هي يا باشمهندس ج. خلاص بس كده بكل بساطة، المتجه ميم أهو، الاتجاه ده همشي 2 قده، يعني مشيت 2 ميم، بعد كده هنزل هنا 2 ن، طيب النون لفوق يبقى عكسه، يبقى سالب ايه؟ 2 ن. خلاص الصورة رقم 44 يا باشمهندس بيقول لي ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، اللي هو رسمه لي ده يا باشمهندس. س منتصف ألف باء، أعرف إن فيه متوسط، تمام، فإن هاء س القطعة الصغيرة دي. طيب دلوقتي يا باشمهندس النظرية بتاعتي بتقول هو معبر عن جيم باء ده بنون وجيم دال بنون، يبقى أنا لازم هنا يا باشمهندس هرسم إيه؟ جيم ألف يا باشمهندس عشان أستخدم النظرية بتاعتي اللي هي بتقول إيه؟ بتقول إن جيم باء زائد جيم دال بيساوي جيم ألف، صح؟ طيب جيم باء دي معبر عنها بالمتجه مثلا رو أو ميم، زائد ج د اللي هي متجه ن بيساوي ج ا، تمام يا باشمهندس.
تعالى بقى للمثلث اللي هو أ ب ج. تعالى نستخدم نظرية المتوسط. أنا عارف إن ج ب زائد ج أ بيساوي يا باشمهندس 2 ج س. خلاص تمام يا باشمهندس. طب الج بقى اللي هي إيه؟ اللي هي الرو أو الميم، زائد ج أ اللي هي رو زائد نو، بيساوي كل ده 2 ج س. تمام يا باشمهندس. أجمع يبقى 2 ميم زائد نون بيساوي 2 جيم سي، اقسم على 2 يبقى ميم زائد نص نون بيساوي جيم سي. خلاص. بس هو هنا يا باشمهندس عايز الهاء س. طب ما انا عارف ان هاء س ده متوسط، يعني بيقسم ها من ناحية القاعدة بنسبة 1 إلى 2، صح؟ يعني س هاء ده بيساوي تلت جيم سي، يعني كل اللي هعمله هضرب تلت في ميم زائد نص نون كمتكئ. يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي الإجابة إيه؟ ج. خلاص؟ كده يا باشمهندس يبقى إحنا خلصنا تمارين اختر على الدرس ده. بإذن الله الفيديو الجاي هنزل لك الأسئلة المقالية، والفيديو اللي بعده هنزل لك أسئلة المتفوقين زي ما عودتك. خلاص؟ أتمنى لو أول مرة تشوفني تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وتشير الفيديو لأصحابك علشان يستفيدوا. كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا الرياضيات، وشكراً.